مساء الخير مشاهدينا على انفجارات النمسا ميديا. في هذا اللقاء الخاص حول الأراضي، حول ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث، والتي لا شك أنها مرحلة جديدة من مراحل التطور المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط. بدأت الحرب ودخلت يومها الرابع، حصدت المئات من الضحايا من كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. إلى أين ستقودنا هذه المرحلة؟ النمسا ومعها الدول الأوروبية كان لها موقف واضح تجاه الأحداث، حيث حذر المستشار النمساوي ووزير الخارجية النمساوي من تطور أو خطورة تطور هذا الوضع، ودعا كافة الأطراف إلى تهدئة الوضع قدر الإمكان. ولكن بنفس الوقت رفع العلم الإسرائيلي فوق مبنى المستشارية ووزارة الخارجية دعما للموقف الإسرائيلي، وأيضا توقف التعاون المالي لدولة فلسطين. من جانب الفلسطيني، أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحق إسرائيل واستمرار الظلم يشيران إلى اقتراب الانفجار، وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي، وأكد أن استمرار إرهاب المستوطنين والاحتلال تحت الصمت الدولي دفع إسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم كما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس. لمناقشة هذه التطورات وهذه الأحداث، يسعدنا أن يكون معنا سعادة السفير صلاح عبد الشافي، سفير دولة فلسطين لدى النمسا. أهلا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا. سعادة السفير، لماذا برأيكم بدأت هذه الحرب بهذا التوقيت، سيما وقد تزامنت مع احتفالات أكتوبر أو ذكرى حرب أكتوبر؟ هل مدلول معين أو مدلول سياسي معين برأيكم، أم أنه الطوفان الذي بلغ مداه؟ يعني هذه الحرب يجب أن نضعها في سياقها التاريخي. الحرب ليست حدث منفصل، هناك احتلال إسرائيلي منذ عام 67 على المناطق الفلسطينية، هناك حصار دامي على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما، هناك سياسة الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات الغير شرعية على الأراضي الفلسطينية، هناك الاجتياحات المستمرة والقتل المستمر للمدنيين الفلسطينيين. كل هذا في ظل غياب أفق سياسي للحل، أفق سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تنص على انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق المحتلة. ففي غياب ذلك وفي وجود صمت دولي كبير على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وأكثر من الصمت هو توفير حماية لإسرائيل حتى لا تخضع إلى المساءلة، كل هذه العوامل أدت إلى هذا الانفجار. إذا إنه الطوفان الذي بلغ مداه، وأنه الانفجار وليس له علاقة بحرب أكتوبر أو ليس له مدلول سياسي آخر. سعادة السفير، كيف تنظر السلطة الفلسطينية إلى صراع طويل الأمد، خاصة أنه الأكبر من نوعه منذ السبعينيات، وعودة أيضا إلى حرب أكتوبر في السبعينيات؟ كيف تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذا الصراع؟ هذا الصراع سيستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. سيستمر هذا الصراع. لن يكون هناك نهاية لهذا الصراع إلا بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة وقيام دولة فلسطين دولة ذات سيادة كاملة. طالما هذا لن يحدث سيكون هناك صراع. طالما هذا لن يتحقق لن تنعم إسرائيل بالسلام ولا بالأمن. أمن وسلامة إسرائيل مرهونة بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لننتقل إلى موقف النمسا.
طبعا معروف موقف النمسا، تبعه عدة إجراءات، بداية رفع العلم الإسرائيلي كما أشرنا في المقدمة على مبنى المستشارية والخارجية، وصولا إلى قطع المساعدات التعاونية وتأييد كافة الأحزاب السياسية لإسرائيل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. كيف تقرؤون هذه الإجراءات المتخذة في النمسا؟ نحن عبرنا عن استياءنا الشديد لهذا الموقف النمساوي الأحادي الجانب ولا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية. نحن نستغرب من حكومة مثل النمسا التي تدعي احترامها للقانون الدولي أن توفر دعم وتضامن مع دولة احتلال عنصر. فهذا موقف مستغرب، وكما ذكرت نحن عبرنا عن استياءنا من هذا الموقف، ليس فقط رفع العلم الإسرائيلي على المقرات الحكومية النمساوية، أيضا قضية وقف أو تجميد المساعدات التنموية والإنسانية إلى فلسطين. نحن نعتبر هذا في سياق العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. هذه المساعدات هي مشاريع تنموية لتحسين حياة المواطنين، وقف هذه المشاريع التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني هو عقاب جماعي، وهو دعم غير مستحق لدولة إسرائيل للاستمرار في عدوانها على الشعب الفلسطيني. على ميدانيا قام عدد من الناشطين بالاحتفال في فيينا بما قامت به الحركات الفلسطينية في غزة. هذا التصرف لاقى استياء واسع من كافة أطراف أو أطياف السياسيين في النمسا. أنتم كيف تقرؤون هذا التصرف من كلا الطرفين؟ لا، أولا لا يوجد شيء يدعو للاحتفال. إحنا هناك يعني مواطنين نمساويين من أصل فلسطيني وأصول عربية تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. أعتقد لا ضير ولا ضرر في هذا الموقف. من حق المواطن النمساوي من أصول فلسطينية أو عربية أن يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويرفع الأعلام الفلسطينية عاليا. لذلك أنا أستغرب يعني من الانتقادات التي وجهت لهم. هو ليس احتفالا بالقتل، وإنما احتفالا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته. فبالتالي أنا لا أرى أي داعي لتوجيه الانتقادات. النمسا بلد ديمقراطي، من حق كل مواطن أن يعبر عن وجهة نظره، كما هو الحق لمجموعات أخرى عبرت عن تضامنها مع دولة إسرائيل وعلى رأسهم الحكومة النمساوية. فما هو الخطأ في أن يعبر مواطن نمساوي من جذور فلسطينية أو عربية عن موقفه في التضامن مع أن الشعب ربما الفلسطيني؟ الأغاني والدبكات لا، الدبكات هي دبكات تراثية. الدبكة هي رقصة تراثية من الشعب الفلسطيني، وهذه هي الطريقة التي عبروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. جميلة. نحن لا نحتفل بمقتل أي أحد من المدنيين بغض النظر عن جنسية هذا المدني. القانون الدولي ينص على عدم استهداف المدنيين، ونحن نعبر عن استيائنا من مقتل أي إنسان مدني بغض النظر عن جنسيته. نعم، الإعلام النمساوي وطريقة تعامله مع الحدث، كيف تقيمون الإعلام في النمسا؟ يعني واضح أن هناك تحيز للجانب الإسرائيلي. يعني غالبية الأخبار، سواء الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع أو يعني منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للإعلام أو التابعة للحكومة، واضح أن هناك في تحيز كبير للجانب الإسرائيلي. نقل الصور أكثر بكثير من الجانب الإسرائيلي عما هو في الجانب الفلسطيني، لأن هناك في محاولة لتصوير إسرائيل وكأنها الضحية، بينما هي إسرائيل هي التي ترتكب الجرائم. فكل الإعلام النمساوي بغالبيته يسعى إلى تصوير دولة إسرائيل بالضحية، وهذا طبعا شيء غير مقبول من طرفنا. طبعا هناك بعض الأصوات النمساوية، لكنها يعني القليلة، التي تحاول أن تضع الأحداث أو ما حدث وما زال يحدث في
غزة وحول غزة تضعها في سياقها السياسي وسياقها التاريخي، لكن الغالبية من الإعلام الغربي نرى أنه يحاول يعني تجميل صورة الاحتلال، يتناسى أن إسرائيل دولة محتلة، بل على العكس يصورها وكأنها دولة ضحية. وما نزال في قبيل الإعلام النمساوي كان لحضرتكم عدة لقاءات في التلفزيون النمساوي الرسمي لتوضيح الصورة من جانبكم، هل أثر ذلك نوعا ما في تغيير صورة أو إيصال رسالة ما إلى الغرب أو إلى النمسا؟ يعني نحن نأمل ليس ذلك، لما ذلك يعني نحن نأمل ذلك، لكن يعني الحيز الذي أعطي لي مقارنة بالحيز الذي أعطي للجانب الآخر هو ضئيل جدا. نحن نحاول، يعني نحاول من خلال إصدار بيانات صحفية، من خلال يعني المقابلات الصحفية مع الإعلام النمساوي، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أن نوضح وجهة نظرنا عما يدور في في غزة وحول غزة، ونأمل يعني من المواطن النمساوي أن يكون منفتح لسماع الرواية الفلسطينية. سعادة السفير، كيف تقيمون الوضع اليوم على الأرض ميدانيا؟ وهل من حل سياسي، سيما أن جماعة الدول العربية دعت لاجتماع وزراء عرب طارق؟ يعني ميدانيا الوضع مأساوي، يعني نعم. إسرائيل ترتكب جرائم حرب يوميا وعلى مرأى ومسمع من العالم. هناك استهداف للمباني السكنية أمس، طبعا هذا ضد القانون الدولي، هذه جريمة حرب حسب القانون الدولي. أمس تم استهداف سوق في مخيم جباليا للاجئين، وعلى الفور قتل 50 مدنيا. فالوضع الميداني سيء، ينذر بما هو أسوأ، لأن إسرائيل يعني وبدعم وصمت دولي تستمر في ارتكاب هذه الجرائم، ولا أحد من الأسرة الدولية على استعداد لأن يردعها عن ارتكاب هذه المجازر. طبعا في ظل هذا الوضع الحالي بالتأكيد لا يعني لا أرى حتى الآن أفق لحل سياسي. طبعا في نهاية أي حرب يجب أن يكون هناك في عملية سياسية، لكن أعتقد من المبكر الآن الحديث عن ذلك. نحن نسعى ونطلب من دول العالم التدخل وبشكل عاجل يعني التوصل إلى وقف إطلاق نار على الأقل، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة. نعم، هذا يقودني إلى سؤال، هل ربما آن الأوان ليجتمع الفرقاء في كافة الأراضي الفلسطينية وعلى الصعيد العربي؟ هل تخوض فلسطين حربا بالنيابة عن الدول العربية في ظل تسابق الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل؟ نحن لا نخوض حروب نيابة عن أحد، نحن نخوض حروب لتحرير أرضنا الفلسطينية، هذا هو هدفنا. نحن نطمح ونتطلع إلى دعم إخواننا العرب، لكن لن نخوض حروب نيابة عن أحد. نحن أرضنا محتلة ونريد أن نحرر هذه الأراضي المحتلة، ونتوقع ونتأمل من إخواننا العرب أن يدعمونا في ذلك بالشكل الذي يرتضي. فيما يتعلق في التطبيع، موقفنا واضح من ذلك، نحن نتمسك بمبادرة السلام العربية التي نصت وبشكل واضح على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية، ومن ثم يتلو التطبيع. وبالتالي نحن لا، نحن ضد التطبيع ما بين الدول العربية وإسرائيل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي لمناطقنا. لكن الوضع في الوقت الحالي ليس مطمئنا، لأن التطبيع ابتدأ فعليا. نعم، كيف نحن التعامل؟ نعرف يعني بدأ التطبيع، المغرب والإمارات نعم. العربية المتحدة نعم. والبحرين، هناك حديث حول تطبيع مع المملكة العربية السعودية. نعم. مرة أخرى إحنا موقفنا
التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرت في مؤتمر القمة العربي في بيروت عام 2002، وتم تبنيها من منظمة المؤتمر الإسلامي. يعني هناك في موقف موحد، نحن ما زلنا نتمسك بذلك، الانسحاب ثم التطبيع وليس العكس. نعم، النساء أيضا في الإعلام، هناك لقاءات عدة لقاءات من الجانب الإسرائيلي أيضا يتحدثون عن ضحايا بالمئات من المدنيين أيضا، أي هناك من الطرفين ضحايا مدنيين، ماذا تعلقون؟ أنا كما قلت سابقا، نحن نلتزم بما نص عليه القانون الدولي. القانون الدولي يحرم المس بالمدنيين. نعم، ولكن يدعون الجانب الإسرائيلي يدعي بسقوط ضحايا مدنيين أيضا. لهم أن يدعوا ما يشاء. نحن بشكل عام من حيث المبدأ نحن ضد استهداف المدنيين أيا كانت نعم، جنسيتهم ومن أي طرف كان ذلك. يعني لا لبس في موقفنا من هذا الأمر، نعم، هذا موقفكم، ولكن ما يجري على الأرض. لكن نحن نقول أن يجب أن نضع ما يحدث في سياق. نعم، من يتحمل هذه المسؤولية؟ هذه هو يعني مربط الفرس كما نقول. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ كثير من الدول الأوروبية ودول العالم تقول من حق إسرائيل الدفاع عن النفس. لا، إسرائيل دولة معتدية، إسرائيل دولة احتلال. ما المحتل ما له حق الدفاع عن النفس؟ المحتل هو معتدي. نحن لنا الحق في الدفاع عن النفس. نحن كشعب يخضع لاحتلال استعماري عنصري لنا الحق في الدفاع عن النفس. هذا ما نص عليه القانون الدولي، لكن القانون الدولي ما نص على أنه دولة الاحتلال عندما الشعب الذي يقع تحت الاحتلال يقاومها إنه من حقها أن تدافع عن نفسها. لا، في المنظور القريب، هل من إجراءات سوف تقومون بها هنا في النمسا كسفارة، أو هل من أشياء معينة، أو يعني هل هناك اجتماعات مثلاً؟ لا، احنا يعني احنا كسفارة هدفنا الأساسي أن أو ننقل. دعوة إلى اجتماع مع السفراء؟ نحن من مهمتنا أن ننقل نعم، الموقف الفلسطيني، أن ننقل ما يتم ارتكابه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني. نحن على تواصل يومي مع وزارة الخارجية عن أن النمساوية. التعاون. لا، ليس تعاون، الموضوع مش موضوع تعاون. نحن على اتصال مع وزارة الخارجية النمساوية، بالأمس أجريت اتصال معهم، عبرت لهم عن استيائنا الشديد وإدانتنا لموقفهم، وبلغناهم إن ما يقوم به هو عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، وطالبناهم بإعادة النظر في هذا الموضوع. نحن خاطبنا كل السفارات العربية نعم، المعتمدة لدى النمسا، وإن شاء الله سنطلب عقد اجتماع لمجلس السفراء العرب ليكون هناك في تحرك جماعي في نعم، هذا هذا ما السياق. قصدته، نعم، فيعني سيكون هناك إحنا نوع من نحاول أن نتحرك على كافة الأصعدة في هذا الموضوع. الهدف الأول أن نوقف هذه الحرب، أن نوقف هذا الهجوم البربري على قطاع غزة، وأن يعني ننشر الحقائق كما هي في ظل يعني انحياز الإعلام إلى الطرف الآخر. لأن غير متكافئ، الطرفين غير نعم متكافئين في نعم تناول الموضوع نعم إعلاميا. سعادة السفير صلاح عبد الشافي، سفير دولة فلسطين لدى النمسا، أشكرك شكرا جزيلا، شكرا وسعدت باللقاء بك شخصيا، شكرا وشكرا على استضافتنا هنا مشاهدينا من داخل مقر السفارة الفلسطينية في فيينا، أحييكم وأختم معكم هذا اللقاء. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. شكرا. شكرا، شرفتونا.